باسمه تعالى نحن حي النصير والسلام نقف هذه الليلة لنعلن بأننا نقف مع الحراك في القرن الذي أخذ على عاتقه منذ السنوات الأولى من بدء المشروع الوقوف بوجه فساد التنفيذ والذي تمارسه حاليا شركة التجار السانب بتقرير وتشريع شركة خطيب وعلني سيئة الصيت، ولقولها بصوت واحد بأنه لا مكان لها بيننا وأنما يمارسانها من سفاح مالي يجب أن يتوقف قبل أن يحدث ما لا يحمد عقباه وبعد أن يأسنا من نواب الدائرة الخامسة الموجودين في منطقتنا ومطالبتنا المستمرة لهم بالتدخل إلا أنهم أبوا ذلك بعج واضح وكأن أصابهم الشلل ذاك هو شلل الضمير الذي جعلهم عاجزين عن إداء دورهم المفترض أمام ناخبيهم لذا نرفع صوتنا الليلة عاليا لنطالب رئيس الوزراء ولجنة مكافحة الفساد التابعة لرئاسة الوزراء بمراجعة البلاغات المقدمة عن هذا المشروع وتوجيه هيئة النزاهة بفتحها والتحقيق فيها كما على لجنة النزاهة النيابية أخذ دورها بصورة فعالة وحقيقة لمحاسبة كل من تسبب بالدمار لمدينتنا في ظل الصمت الغري المريب لمحافظ البصرة والذي له هو إقرار باستمرار التنفيذ بهذه الطريقة المدمرة والمشبوهة ونحمله كامل المسؤولية عما يحدث فينا من تخريب هو وموظفيه في قسم العقود الحكومية والمشاريع ومن وقع وشارك في ديوان محافظ البصرة ونؤكد بأن هذا الحراك سوف لن ينتهي إلا بتحقيق وبإحقاق وإنصافنا في هذا المشروع والسلام على أهل السلام يا أيها الذين آمنوا أصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون في ديوان عشائر بني لام وباسم قضاء القرنة ومنطقة حي السلام والنصير وجميع من حضر واهتز ضميره ليكون مناصرة لهذا القضاء العريق قضاء القرنة ونطالب بأنه تهتز الضمائر في كل عراقي شريف من رئاسة الوزراء إلى أدنى مواطن حريص على بلدي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلا كلا للفاسد كلا كلا للفاسد كلا كلا للفاسد كلا كلا للفاسد كلا كلا للنواب. كما على لجنة النزاهة النيابية أخذ دورها بصورة فعالة وحقيقة لمحاسبة كل من تسبب بالدمار لمدينتنا في ظل الصمت الغري المريب لمحافظ البصرة والذي له هو إقرار باستمرار التنفيذ بهذه الطريقة المدمرة والمشبوهة ونحمله كامل المسؤولية عما يحدث فينا من تخريب هو وموظفيه في قسم العقود الحكومية والمشاريع ومن وقع وشارك في ديوان محافظ البصرة ونؤكد بأن هذا الحراك سوف لن ينتهي إلا بتحقيق وبإحقاق وإنصافنا في هذا المشروع والسلام على أهل السلام يا أيها الذين آمنوا أصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون في ديوان عشائر بني لام وباسم قضاء القرنة ومنطقة حي السلام والنصير وجميع من حضر واهتز ضميره ليكون مناصرة لهذا القضاء العريق قضاء القرنة ونطالب بأنه تهتز الضمائر في كل عراقي شريف من رئاسة الوزراء إلى أدنى مواطن حريص على بلده.